تحيتي للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن أصدقائي، أخبار جديدة وهامة، كونوا في المتابعة من أول الفيديو لآخر الفيديو. نبدأ بخبرنا الأول. بقرار قضائي منع عبد اللطيف المكية من الظهور في الأعلام مع تحجير السفر. شوف الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، وعلاش هذا هالقرار القضائي. علمت مصادرنا أنه عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اليوم قرار بمنع ظهور وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام وتحجير السفر عليه. وجاء قرار عميد قضاة التحقيق على إثر مثول عبد اللطيف المكي أمامها على ذمة القضية المتعلقة بوفاة السجين الراحل الجيلاني الدبوسي. إذن كما قرر عميد قضاة التحقيق منع عبد اللطيف المكي من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية أين يوجد مقر سكناه، مع إبقائه بحالة صراح على ذمة القضية إلى حين استكمال الأبحاث والاستقراءات. إذن نمر للخبر الموالي. هيئة الانتخابات 42 شخصا سحبوا استمارة التزكية. هذا كذلك الخبر، اشترقوا بأكثر تفاصيل. أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروجي اليوم أصبح بأن عدد الأشخاص الذين قاموا بسحب استمارة التزكية بلغ إلى غاية البارحة وهو 42 شخصا من الداخل والخارج. وأضافت في تصريح لوكالة تونس طريق الأنباء أنه هذا العدد شمل من تقدموا بصفة شخصية أو من تقدموا نيابة عن المترشح المحتمل بمقتضى توكيل قانوني وخاص لدى المقر المركزي للهيئة ومقرات الهيئات الفرعية من الداخل أو مقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. إذن قائمة 22 مخطوطة. ونفت عضوة الهيئة أي علاقة للهيئة بالقائمة التي تم تداولها أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي ضمت 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية. إذن كما أوضحت أن الهيئة ارتأت أن لا تقبل إلا التوكيل القانوني الخاص المعرف بالأمضاء لدى السلطة الإدارية المعنية أو المحرر لدى عدل إشهاد، والذي يكون موضوعه سحب استمارة التزكية لأعداد ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام. وأضافت أن الشكليات المتعلقة بالتعريف بالإمضاء على مطلب الترشح أو التوكيل القانوني لمن سيتقدم بترشح في حق أحد المرشحين أو سحب ملف الترشح ووردت جميعها في نص القانون الانتخابي منذ 2014 ولم يتم إدخال أي تغيير عليها. نشر قائمة التزكيات وفي سياق من متصلة أفادت العبروجي بأن إمكانية نشر قائمة التزكيات يهدف لضمان شفافية الانتخابات دون المساس بالمعطيات الشخصية للمواطنين، كالاكتفاء بنشر الأرقام الثلاثة الأخيرة من بطاقة التعريف الوطنية على سبيل المثال. نمر للخبر الموالي. إذن في خبرنا هذا، تم إصدار قائمة بأسماء عدد من الشخصيات المعروفة في تونس حيث صدرت ضدهم بطاقات تفتيش جماعية. إذن كشفت صحيفة تونسية عن إصدار القضاء التونسي لعدد 27 بطاقة جلب حق سياسيين بارزين متورطين في قضايا فساد من العيار الثقيلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات التونسية المتواصلة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. ومن أبرز الشخصيات التي صدرت بحقها بطاقات جلب الوزير السابق كمال مرجان الذي صدر في حقها 13 حكما تتراوح بين 4 أشهر على كل قضية، كما تم إصدار 5 قضايا بحق سالم الشايبية و11 حكما بحق الصافي سعيد و11 حكما بحق الأزهر بالية، جميعها أربعة أشهر على كل قضية. وفي سياق متصل صدرت أحكام غيابية متعلقة بالانتخابات 2014 ضد كل من محمد فريعة 5 أحكام، عبد القادر اللباوي 3 أحكام، عبد الوهاب الهاني 4 أحكام، محمد الهادي البنزرتي 8 أحكام، وغازي بن تونس حكمان. كما صدر حكما غيابي ضد نور الدين حشاد نجل الزعيم النقابي فرحات حشادة لمدة 4 أشهر.
إلى جانب ذلك أصدرت السلطات التونسية بطاقات جلب دولية بحق شخصيات بارزة منهم الرئيس الأسبق منصف المرزوقية، وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهدة، ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد، كما شملت القائمة مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادي عكاشة والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة لطفي زيتونة، بالإضافة إلى معاذ الخريجي، كمال الجيزاني، مصطفى خضر، ماهر زيد، عبد القادر فرحات، عادل الدعداع، شهرزاد عكاشة، علي الحليوي، ورفيق بالحي. وتواصل السلطات التونسية سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد الإداري والمالية مع تنفيذ إصلاحات كبرى في الإدارة والمؤسسات العمومية التي شهدت أزمة عميقة خلال حكم حركة النهضة وحلفائها في العشرية الماضية. كما تتابع السلطات التونسية فتح بحث شامل ضد كل من ثبت تورطه في فساد مالي وإداري أو محاولات العصيان والتمرد على القانون والدولة. نمر للخبر الموالي. إذن في خبرنا هذا، انستغرامز مشهورة تخضع للتحقيق بسبب فيديوهات فاضحة. إذن مباشرة النيابة التحقيق مع انستغرامز راقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد التي ألقى القبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وأحضار صادرة من النيابة العامة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور. وكانت الأجهزة الأمنية رصدت فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستغرام للإنستغرامرز روكي أحمد. إذن يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على عدد من انستغرامر المصريين بتهمة نشر الفسق والفجور، فقد ألقت الإدارة العامة لمباحث الأداب في مصر شهر مايو الماضي القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرزاق من داخل شقتها بإحدى الكمبوندات القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور. إن شاء الله على خطر نحن نشوف في برشة زيد فيديوهات تتوانسة بصراحة شيء يندله الجبين في التيك توك. باهي حركة المرو تمديد الاحتفاظ بسليم شيبوب، بكلنا نعرفوا أنه قرر قضية القاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي البارح لمكافحة الإرهاب من أجل التمديد من أجل الاحتفاظ بالمظنون فيه سليم شيبوب على ذمة الأبحاث بعد أن تم العثور بمنزله على مبالغ مالية متفاوتة بالدينار التونسي والعملة الأجنبية وكميات من مادة مخدرة وميزان علاوة على وثائق مختلفة تم الإذن بحجزها جميعا، وما زالت الأبحاث جارية وفقا ما صرحت به مزيكا. على كل اللي عمل يخلص نمر للخبر الموالي. إذن معاناة في صفاقس وخاصة أهالي معتمدية جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس بسبب التواجد المكثف للأفارقة بجنوب الصحراء بالمنطقة وما ينتج عن ذلك من مشاكل تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمتساكنين. وفي يوم آخر يلجأ أهالي المنطقة إلى وسائل الأعلام للتعبير عن تذمرهم من المشاكل العديدة والكبيرة التي أصبحوا يعانون منها بسبب الأعداد الضخمة للمهاجرين أفارقة جنوب الصحراء الغير شرعيين طبعا، والذين حسب تصريحات الأهالي أصبحوا يشكلون خطرا على المتساكنين خاصة بعد تعدد أحداث العنف التي أصبح يرتكبها بعضهم وكذلك السرقات والسطو على المنازل وغيرها من الأفعال. إذن نمر للخبر الموالي. في حامة الجريد حريق يتسبب في تدمير 1600 نخلة. صرح بلال لصيف المدير الجهوي للحماية المدنية بتوزر أن وحدات الحماية تمكنت اليوم على الساعة الرابعة صباحا من إخماد حريق اندلع بواحة الحامة الجريد أتى على مساحة 10 هكتارات و 1600 من أصول النخيل بين حرق كلي وجزئي. وأكد لصيف أن الحريق اندلع على الساعة السابعة مساء دون تسجيل خسائر بشرية وتمت السيطرة عليه على الساعة الرابعة من فجر اليوم، مشيرا إلى أن عملية التبريد
تواصلت منذ الساعة الرابعة صباحا إلى السابعة صباحا، وأعوان الحماية في الحراسة منذ الساعة السابعة صباحا. وأكد لوسيفا أن أعوان الحماية المدنية تدخلت بسبع شاحنات إطفاء وشاحنة تابعة لإدارة الغابات، مضيفا أن هناك صعوبة في التدخل خاصة في المسالك الفلاحية التي كانت صغيرة مع ارتفاع الكبير لدرجة الحرارة التي بلغت حدود 47 درجة وساهمت قوة الريح في انتشارها. أما عن الأسباب الأولية للحريقة فحسب المدير الجهوي للحماية المدنية هو قيام بعض الفلاحين بإشعال النار في الأوساخ وساهمت قوة الرياح من انتشار النار. أصدقائي الأعزاء، هكذا نصل لختمة لقائنا لليوم اللي باش ينتخب الرئيس قيس سعيد. هو مش مشترك معنا في القناة، يشترك في القناة وفعل زر الجرس. مرحبا بالجميع، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة إذا فاتكم الأخبار الفارقة. إلى اللقاء.